اصلي ماما مرحبا بكم كل مان في الفيديو الجديد نتاع اليوم انا باش نوريكم احسن برودويات عندي في المكياج وقال نستعملهم ديما على الاخر الحاجه باش نبدا بها هي الباليت هذه من هدى بيوتي اسمها ناتي الباليت هذه تحفونا على الاخر قد ما نقول لكم ما تصدقوش هذوما لي كولور اللي فيها عندك كولور مات وعندك برشا شيمرز زيد اللي هو شعشوعي وكما شفتوا استعملتها على الاخر شفتها في نوفمبر ديجا برشا منهم استعملتهم بون واحد منهم تاعهم كل خلينا نوريكم كيف نعملهم سواتش كيفاش يظهروا على خاطر كي نحطهم على عينيا تيماجيني دي كومنتير من عند عباد تقول يا محلي المكياج نتاعك شنو حاط على عينيك وكل شيء هذيا اللي باش نجربه هو ايريزيستبل السواتش يقولكم اذا نستعملوا برشا 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 شو قديش الشمس يقتل بالحق وزيد عندي كولور واحد اخر نستعملو ديما هو شيمليس هذيا واو يقتل الباليت هذه شريتها من فرنسا من سيفورا يظهر لي سومها فيغ 50 ولا 60 اورو اما اتس وورث افري بيني خاطر بالحق تحفونا على الاخر الحاجه الثانيه اللي باش نحكي عليها هو الجيل هذايا نتاع الحواجب بالحق هذايا في النومير على خاطر اول حاجه اللي حطتها في الليست نتاعي كي مشيت لامريكا هو الايبرو جيل هذايا هو جيل يتحط بعد ما تعمل حواجبك كيف ما هكا انا وحده كيما هكا قعدت لي عام ونص نستعملها كل يوم وكل شيء اتلاس المده قعدت برشا 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 خلينا نوريك الجيل كيفاش يقعد هكا ومن بعد كيشيح كيف يقعد فوق الحواجب نتاعك كيما تشوفوا انا عملته ديجا حواجبك يقعدوا في بلاصتهم على الاخر نجم يظهر لي حتى تعوم بيهم ما يصير لهم حتى شيء انا صاحبي على الاخر it's the unbelievable brow من لوريال باريس انا الكولور نتاعي براون 540 سو كان تلقاوه برا شريوه نجمو تاخذوه ب 18 ولا 19 دولار الحاجه اللي بعدها هو الكونتور باليت هذيا من اناستازيا بيفرلي هيلز بصراحه اناستازيا بيفرلي هيلز عندهم حاجات نتاع كونتور يفتقوا على الاخر وديجا انا كان عندي هكا وحده استعملتها حتكشي وفات مو تحت لي منها وتكسرت مي قعدت حتكشي اخر قطره هي هذه الباليت كيما هكا فيها سيفرو معناتها فيها ثلاثة هيو ونجم نخلط سا دوبون انا وكيفاش لون القشرة نتاعي وكل شيء بور سو مومون انا نستعمل هذا وهذا مي هذوما مثلا يتحطو تحت العنين بودغ معناتها ساتينغ باودر وهذيا شيمر معناتها ديجا عندك هذوما يصير تحفوني وهذيا لايت تو ميديوم ذا كونتور باليت واخر حاجه باش نحكي عليها هي لي روج ا ليفر اللي انا خليتهم هذوما من نيكس بون عندي زوز انواع هذوما وهذوما باش نحكي على هذوما اولا هذوما مات ديجا قادر نستعمل في هذايا تو حطيتو على شفافي اما شنو نوريكم الابليكيتور نتاعو كيف ما هكا ريحته بنينه على الاخر ها باش نحط شويه منه فوالا ديجا انا كنت ناكل في الباتير وفي بالي باش يتنحى قلت له تسيلي تو قبل ما نبدا الفيديو نعمل مره اخرى اخ كما ما عملتش خاطر هذا يقعد على الاخر وهيك علاش عجبوني على الاخر هذوما وخذيت منه هذا هذا كولور نتاع سيف ياسر تحفون ديجا انا وقتي نعيطو له حمير راقوسة خاطر لونه شعشع على الاخر ويقعد بالكدا كي تحطو مثلا في السهرية اليوم غدا صباح نقوم نلقاه مزيان موجود خاطر نورمالمون في مخك انه معناتها روج ا ليفغ باش يتنحى اما هذا ما يتنحيش بالكل جوست كيف انت تحط له هكا اللي تنحي بيه المكياج ميك اب ريموفر نوريكم الكولور نتاعو يقتل ماي جاد اتس سوبر هوت هذوما كيما قلت لكم يقعدوا بالكدا على الاخر والكولور اللي عندي هو ستين جوسي هذا هو ستين جوسي اللي اغمق وهذايا از بوشت اب اللي ابرد شويه لونه اللي توا حطيته في شفيفي وعندي فيرجن هذايا اللي هو اصغر شويه اما الفورمولا نتاعو توتالي ديفرنت هذا تحسه اكثر ثيك هذا تحسه اكثر ثين معناتها نتاع كل يوم تاع تك تك ماشي ماشي وما تحسش عندك حتى شيء في شفيفك which is احساسي فتق ديجا كي حطيت قلت او ماي جاد يا اخي انا حطيت حمير ولا ما حطيتش نوريكم الكولور عندي كيف هو اما في ساكي ديما ندور بيه على خاطر ديما نحط منه اما هذا ما يقعدش كيف ما الفورميلا الاخرى اما تعرفوا there you go
بعد ساعات ما تحبش حاجة تقعد كتير، ما تحب حاجة ما تتعود apply it، فهمت؟ so it doesn't bother me بالكل. هذوك هما اللي برودوي اللي حابين نحكي عليهم بالحق تشريوهم وتذكروني على خاطر حاجات تحفظنا على الاخر. وما نعرفش اسكو موجودين في تونس ولا، انا خذيتهم من امريكا ولا من اللغة بالحاجات اللي نستعمل فيهم، مي اذا انتم تنجموا تاخذوهم خذوهم. بالأحس لي برودوي نتاع نيكس، وعندك الاي شادو باليت هذيك نتاع هدى بيوتي، ثم دي باج باش اجيبو منهم لتونس وكل، وجربوهم وتذكروني. Thank you guys so much for watching. ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب لايك وكومنت. حكم باشا.